الدبلوماسية الحقيقية هي علاقة بين طرفين. الأحادية ما تنجح الدبلوماسية الثقافية خاصة في الطريقة التي تتبناها الدول العظمى ومنها وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم. بعض المؤسسات قائمة على التعريف بهويتنا لو نتكلم عن دولتنا بشكل محدد وتمارس الدبلوماسية الثقافية من طرف واحد أو يسمونها الـ One Way Cultural Diplomacy. وأذكر منها معاكم بأمثلة مثل السوربون في أبوظبي، اللوفر، متحف اللوفر في أبوظبي، أيضا متحف الاتحاد في دبي والكثير غيرها. المعاهد أو المؤسسات أو الجهات الرائدة والتي تدرس تجربتها في الدبلوماسية الثقافية في الجامعات ومنها جامعتي في برلين في ألمانيا والتي حصلت من خلالها على دبلومة في الدبلوماسية الثقافية هي وعلى رأس القائمة البريتش كونسل، الفرانسيس أو ألايانس فرانسيس، ومعهد غوتا الألماني. في كل هذه المؤسسات بغض النظر عن أجندتها الخاصة وجدولها ورؤيتها لنشر وممارسة الدبلوماسية الثقافية، هي تروج وتعلم وتنشر للغاتها. البريتش كونسل للغة الإنجليزية، ألايانس فرانسيس للفرنسية، وغوتا معهد غوتا الألماني للغة الألمانية، ويفعلون ذلك بنجاح وبطرق كثيرة. للأسف اليوم ما عندنا مركز أو معهد عالمي موحد لدعم وخدمة والمحافظة ولتدريس اللغة العربية. لو بذكر مثال قريب نوعا ما لهالشيء بيكون معهد العالم العربي في باريس فرنسا. كانت لي تجربة أيضا في كاسا عربي في مدريد إسبانيا كجزء من سفراء زايد، وهي مبادرة بقيادة الرائع خالد الضنحاني. كنت مع الأستاذ خالد الضنحاني والدكتور طلال الجنيبي تقريبا قرابة سنتين لطافوا، وقدمنا لأيام ثقافية إماراتية تحدثت فيها عن أدب وقلم إيمان اليوسف، كما تحدثنا جميعا عن الإمارات، عن زايد، عن هويتنا، عن الأدب والشعر سواء سرد أو شعر إماراتي في مدريد كاسا عربي. تتوالى المحاولات سواء كنا أفراد كسفراء أو مؤسسات، ويبقى الأمل في أن يكون لنا مركز ومعهد يحافظ على اللغة العربية في دول العالم وخاصة من يمارس منهم الدبلوماسية الثقافية في أوروبا وأمريكا. نبقى متفائلين.